ต่างحفظاً
الغوايات في خطط الخطأ والخطاب وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شني من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مندوم آمين lagi akan datang dapat bahagia kandung olehmu penghulu yang mulia lagi akan keluar bagi manusia keadaannya suka-suka yang raya bernama olehmu akan Muhammad lagi akan datang banyaknya umat inilah Nabi sampai hari kiamat
sekalian muslimin dapat selamat. Sunyi olehmu akan kelakuan, akannya mimpi kamu ini malam. Janganlah kamu seseorang kerana nyata ku dengki didatang. Jaga Aminah daripada yang tidur, serta Aminah terimanya syukur mana dipesan Aminah diikut bimbangnya sangat takut, bimbangnya datang dengki sangat takut. Hadirinna qabrahul karim وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية.
ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه يا
Jahiyah
مكا لكي جمع سبرتي أبت بلا seperti sehari bulan mata tercela rambut berminyak ajiblah tuan kalau tengok perkara yang ajib sangatnya banyak tak adalah banding ininya anak eloknya muka sertanya hidung kurangnya rendah sederhananya mancung laginya suci pusat terpotong sekaliannya tubuh baunya harum lagi bersih sudah terkhitan putih campur merah sangatnya hasan beranak akan Nabi padanya malam Rabi'ul awal itulah bulan أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله الدواء
يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحل شاته ويسير في خدمة أهله Yeah.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزيل حرمته واحشرنا ودن في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان ما منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وأهينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا واغفر اللهم بجاهه لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثواب قراءتنا وتهليلنا إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالديه وأزواجه وأولاده وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإلى أرواح أصحاب الحقوق علينا ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والهبور والمغفرة على أهل القبور إنك ملك رب عفو وفور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله sudah semai zuhur, kita makan bersama insyaAllah. Jangan sampai dia keliru.